عليكم. Today we will talking about the gas states. قلنا حالات المادة state of matter, solid, gas, liquid and crystalline solid. نتكلم اليوم عن gas state, what is the gas general properties, وعندنا ideal and real gas. عندنا gas مثالي والgas الريال الحقيقي. بداية, what is the general properties? الغاز can be expanded infinitively. ممكن إن هو يتمدد بحيث يملي ال volume and the shape of the container. وأيضا diffuse and mix evenly and rapidly. ممكن إن هو نخلط two gases سوا يختلطون بشكل مباشر. يحتوي على much lower density بالمقارنة بالliquid and solid. وأيضا الجزيئات الغاز travel in random path, تتحرك بشكل عشوائي وممكن تختلط بمادة ثانية or gas another gas وتملي أيضا الحيز بالغرفة أو بالكونتينر. هذه كصفات general properties. Pressure at gas exerts pressure اللي هو نعوض عنه ب دايم بير سنتيمتر تربيع واللي هو 1 اتوم او مليمتر زئبق حسب شنو الوحدة. الفوليوم ايضا ممكن تعوض عنها باللتر او كيوبيك سنتيمتر بحيث انه هو نفس ال 1 كيوبيك سنتيمتر هو يساوي 1 مل. والتمبريتشر تكون بالدرجة مئوية او بالكلفن. نجي للايديال غاز. الايديال غاز من اسمه غاز مثالي. بالبداية قالوا انه الغاز هو ما بي اي انترموليكولار انتراكشن, هي عبارة عن جزيئات تسبح او تتحرك بشكل عشوائي, ماكو اي قوة تربط ما بين الموليكيولز بحيث انه ماكو اي انرجي تحت, ما نحتاج طاقة ولا اكو اي انرجي او اي فورس بحيث تحتاج ان تنكسر تنتقل من موليكيولز اخرى, لا. فهنا الايديال غاز نو انترموليكولار انتراكشن, بيرفكتلي الاستيك, سو اند نو انرجي اكستشينج ديورينج كوليجن. من نخلط المادة او اي حركة بيها ما عندي اي انرجي اكستشينج. فالعلماء بويل تشارلز جيلوساك, دول ثلاث علماء سوالهم فت قانون للخواص هذا الايديا. اول واحد اللي هو البويلز هو خلى درس العلاقة ما بين الفوليوم والبرجر. شاف as a volume increase the pressure decrease, علاقة عكسية, وأيضا as a volume decrease the pressure increase. فهنا the pressure علاقة عكسية مع the volume, وال pressure تساوي ال K على V أو P1 V1 تساوي P2 V2 في حين أن ال K constant. فإذا كانت عندي حالتين زادت البرجر او زاد الفوليوم فهنا حتكون بالعكس للطرف الثاني, اذا زاد الفوليوم قل البرجر واذا قل الفوليوم زاد البرجر. تشارلز سوى انه ثبت البرجر, قال انه خلينا نخلي الكونستانت برجر ونشوف شنو تاثير التمبريتشر على الفوليوم. بالبدايه تمبريتشر 1 and فوليوم 1 زي درجه الحراره, شاف انه الفوليوم تمدد لهذا طبعا احنا نحكي عن الغاز فتمدد واخذ المكان هذا كله, انه زاد الحجم فكانت العلاقه طرديه بين الفوليوم اند تمبريتشر V1 على T1 تساوي V2 على T2, طبعا التمبريتشر هنا بالكلفن. العالم الثالث اللي هو جيلوساك هذا قال خلينا نقول انه الفوليوم هو الثابت ونشوف شنو علاقة البرجر مع التمبرجر. شاف أيضا إنه العلاقة طردية فسوى لقانون P1 على T1 تساوي P2 على T2. جمعنا هاي الثلاث قوانين بولز وتشارلز وجيلوساك فصار عندي هذا القانون اللي يجمعهم ثلاثتهم للايديال غاز, وسمينا هذا القانون General Ideal Gas Law. P1 V1 على T1 تساوي P2 V2 على T2. ممكن نعوض عنها بشكل آخر
في حين أنه الـ NRTPV تساوي NRT. الـ N هي عدد المولات والـ R gas constant. شلون نطلع الـ R هاي؟ شلون نحسبت؟ إذا كان عدد المولات واحد هو ideal gas. الستاندرد كونديشن كانت في حالة الستاندرد كونديشن تكون شنو؟ تكون التمبرتشر صفر والبرجر 1 اتوم. طلعت الفوليوم قيمته 22.414 لتر. فإجينا عوضنا بالقانون اللي هو للايديال غاز لو بي في على تي. البي 1 في الفي اللي هي طلع باللتر 22.414 على التي طبعا بالكلفن صفر، إذا نحولها للكلفن طلع لي هذا الرقم 0.0820 أتوم لتر بير مول وتمبرتشر بالكلفن. فهنا هذه هي قيمة الغاز غاز كونستانت. إذا الآر نحولها طبعا الأتوم باللتر هي جولز، أو نريدها بالجولز أو بالإرش حسب، بحيث أنه الـ 1 جول تساوي 10^7. أوكي، فهذه قيمة الآر. بما انه قلنا الـ PV تساوي الـ NRT، الـ N هي العدد المولات، هي weight على المولكولار weight، فممكن من هذا القانون نوجد المولكولار weight. إذا عندي مجهول المولكولار weight نعوض بهذا القانون ونلقى المولكولار weight. Example: What is the volume of 2 moles of an ideal gas؟ أول ما ننتبه نشوف انه ideal gas، فعندي الـ ideal gas إلى لو مخصص إلى PV في يساوي الـ NRT. زين الـ N شنو؟ عدد المولات 2. الـ R اللي هي الـ gas constant. الـ temperature 25 نحولها بالكلفن، يبقى شنو عندي؟ What is the volume؟ الـ volume مجهول، الـ P هي الـ pressure 780 مليمتر زئبق، نعوض ونطلع الـ volume بطريقة مباشرة. Another example: إذا عندي weight 0.3 gram of ethyl alcohol، تمام، الفوليوم مالته 200 مل، البرجر 1 اتوم، تمبرتشر 100، وات از ذا مولكيولار ويت؟ نعوض بالقانون انه بي في تساوي ان ار تي، الان هي الويت على المولكيولار ويت، ايضا مباشره بحيث انه نطلع المولكيولار ويت والويت موجود عندي. Another example: What is the volume a letter occupied by 49.8 gram of hydrogen chloride at STP? STP معناها standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure احنا قلنا شنو هي؟ standard condition، بحيث انه temperature هي صفر درجة مئوية، نحولها للكلفن طبعا، لبرجر 1 اتوم ونعوض. فهنا عندنا هو ايضا طبعا ideal gas، فالايديال غاز لو نعوض بيها ونريد الفوليوم، الفوليوم هي المجهولة، نعوض بالقانون والآر اللي هي الغاز كونستانت ويطلع لي الفوليوم بهالشكل. Another example: In the assay of ethyl nitrate spirit, the nitric oxide gas that's liberated from the different quantity of spirit and collected in a gas burette كان الفوليوم 30 مل والتمبرتشر 20 والبرجر 740. يقول لك اعتبر انه هذا الغاز ايديال، وات از ذا فوليوم ات هاي درجة الحرارة وهذا البرجر. فعندي بس يعني عندي برجر وفوليوم وتمبرتشر بالبداية، شنو هو الفوليوم اذا كانت البرجر 760 والتمبرتشر صفر؟ تعويض مباشر. الكاينيتيك موليكولار ثيوري هنا فد نظرية، شنو هي النظرية اللي اعتبروها انه هذا ايديال غاز؟ عندنا اربع نقاط. اول شيء قالوا انه هو بالكي ام تي اللي هي كاينيتيك موليكولار ثيوري اسمها، الكي ام تي قالت انه الغازز هذه كومبوزد اوف بارتيكل اور اتومز، التوتال فوليوم مالتها يعتبر لا شيء، سو سمول بالمقارنة بفوليوم اوف ذا سبيس. هاي أول شيء، بحيث أنه الفوليوم مالت الغاز هذا جدا قليل ويعتبر لا شيء، so small. هاي أول نقطة لهذا للايديال غاز. النقطة الثانية قالوا أنه الغاز ما بي أي forces between molecules، لا attractive ولا repulsive. okay. النقطة الثالثة قالوا أنه particle راح تتحرك ب continuous random motion،
فهنا الكينيتيك انرجي بس تتناسب ويا التمبرتشر، ايش قد التمبرتشر حتكون عندي الكينيتيك الانرجي لهاي البارتيكلز بس للتمبرتشر. ورابع نقطة هي the molecules exhibit perfect elasticity فno loss of speed or transfer of energy من نخلط one gas to another or يعني من نخلي يشغل هذا الحيز فالحركة هذه ما بيها أي energy transfer. فعندي أربع نقاط لل KMT. أول شيء volume it's so small مقارنة بال space فهي يعتبر ما بي volume. ثاني شيء انه هي ماكو اي attractive or repulsive. ثالث شيء انه هي تعتمد الحركة هذه او الكينيتيك انرجي بس على التمبرتشر مو على اي شيء اخر بس على التمبرتشر لانه الفوليوم يعتبر قليل والبرجر هم ماكو. رابع نقطة اللي هي no loss of speed or transfer of energy هذه لل ideal gas. زين في الحقيقة انه هذه الايديال النقاط اللي قلناها بالغاز الحقيقي ماكو هيك شيء لانه كل مادة كل particles حتى لو كانت تتحرك وإلها حيز او لا لازم اكو فد طاقة تنطيها حتى تتحرك ولازم إلها volume ولازم اكو فد قوة بين هذه particles وإلا هي تعتبر particles حرة ما تسمى حالة مادة. فمدام غاز او اي حالة من حالات المادة لازم اكو بيها فد forces بين هذه molecules. ف الريال غاز not interact without energy exchange لازم اكو في الطاقة وهنا ما راح نتبع قانون الايديال غاز اللي هو بس البرجر والفوليوم والتمبرجر لا اكو طاقة. الريال غاز ايضا not composed of infinitely small فهي مو هاي لا اكو particles وإلها حجم ولازم إلها فوليوم. They are composed of molecules of finite volume that tend to attract one another والmolecular volume and intermolecular attraction between gas molecule راح تتأثر مو بس بالtemperature وإنما بالvolume والpressure. فهنا هذا القانون مات الideal gas راح يصير لmodification حتى يتناسب ويا هاي الخواص الحقيقية للغاز اللي هي الreal gas. فكان الequations van der Waals equation شنو اللي زادت عليها إن هو زيدنا أي على V2 أي على V2 هي الـ internal pressure per mole كل مادة عدها بداخلها internal pressure between the molecule between the intermolecular forces هاي عندها بداخلها internal pressure تمام. والـ B هي قال إنه الـ excluded volume وهو حيكون الحيز اللي يشغله هذا الغاز يعني مو بس يعتمد على الفوليوم للبارتيكل وإنما كل الحيز اللي يشغل هذا الغاز هو يسمى بالبي اللي هو excluded volume. هاي القانون الأول هو اللي نعتمده. إذا كانت عندي عدد مولات مختلفة بالغاز هذه for one mole هذه for multi moles نعم بس حتى تعرفون إنه كل الغاز كل نوع من غاز إلى A وإلى B قيمة للإنترنال برجر والفوليوم excluded volume. The influence of non-ideality is greater when the gas is compressed. إذا كان هذا الغاز compressed كل ما انضغط كل ما كانت هاي الأشياء اللي هي الريال غاز أكو بيناتها attraction أكو بيناتها energy أكو بيناتها اللي هي non-ideality ابتعدنا عن خواص الideal اللي قلناها. ليش؟ لأنه صار الغاز انضغط وصار أكو سميه real gas. When the volume of gas is large, إذا كان the volume of the gas is very large, فهنا يكون at low pressure و high temperature. هنا كل ما كان the volume very large, فهنا نعتبر هذا real gas هو يعتبر قريب للideal gas, لأنه راح تبتعد المولكيولز وراح تقل بيناتها the repulsive or attractive force. تمام. فإذا كان when the volume of the gas is large now الريال غاز راح نتحول شوي شوي وراح يكون كأنما هو ideal gas وراح نتبع قانون الideal gas. تلاحظون هنا رجعنا لقانون الideal gas.